حبيبي جبت لك شوربة عدس، بدك تاكل اصابيعك وراها، اشربها هي وسخنة. ما بدي. بس طابخت لك اياها بايدي. والله ماني قادر احط شي بتمي. برهان حبيبي، حاول تاكل بس شوي. لا تصري علي نايدة، والله ما فيني اكل لا شوربة ولا اي شي تاني. واتصل بالدكتور يجي يشوف شبك. الدكتور شو بيقدر يعمل لي؟ حيجيب لي دواء ليعالج ضميري الميت. أنا بقول يا برهان إنه أنت مستحي. شو ما قلتي؟ شهرزاد كان معها حق يا ناهدة. أنا بعرف إنه الكلام بيطلع مني أحياناً مثل السم، بس ما كنت بعرف إنه الكلام اللي قلته حيرجع إلي ويسممني. لا تضايق حالك، بس أنا كتير غلطت بحقهم وما اهتميت بحفيدي المريض. قلت له لو عندي مال الدنيا كلها ما بعطيك منه شيء. هلأ أنا مستعد بفديه بعمري بس مشان ينادي لي يا جدو. ما بدي موت قبل ما يناديني يا جدو. خلاص